تشاركنا هذه المناسبة مع الجاليات الأجنبية من الدول الأشقاء المتواجدة معنا على مستوى مديرية الخدمات الجامعية جيجل بمبادرة منا سعي منا لخلق الجو العائلي الذين افتقدوه منذ شهر مارس خاصة والظروف التي مروا بها في ظل ظروف الوباء. أجواء جميلة ورائعة تبادلنا فيها القبل والمحبة والسلام، تبادلنا فيها الأضاحي الكريمة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Particulièrement à ma famille qui me manque énormément. Je remercie notre directeur pour ces magnifiques moutons pour la fête. Je suis du Congo, alors je voulais remercier les autorités qui nous ont accordé l'importance et aussi souhaiter bonne fête à tous les musulmans. نتمنى من الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى شعبنا الفلسطيني خاصة وعلى أهلنا في الضفة وقطاع غزة، أن يعيده علينا إن شاء الله باليمن والبركات بفضل الله عز وجل. وقد تحرر المسجد الأقصى وقد تحررت فلسطين كاملة التراب من بحرها إلى نهرها بفضل الله عز وجل.